ايه رايك في المبادره اللي اطلقها الازهر الشريف لمواجهه مغالاه في تكاليف الزواج؟ انا خريج جامعه الازهر واعرف جيدا انه الموضوع ده اصلا من قبل كده بكتير خالص في الاسلام وفي المجتمعات العربيه، فالموضوع متوقف على مغالاه، يعني على راي المجتمعات نفسها في الجواز وفي الاستقرار، لانه الموضوع بالنسبه لنا كشباب بيبقى متوقف على ارقام كبيره قوي في الجواز. دلوقتي علشان اي حد يجي يتجوز بتبقى حاجه اوفر قوي، يعني الناس دلوقتي العائلات بتبقى محتاجه، يعني اذا كان ماما او مامه العريس بيبقى محتاجين طبعا ان احنا نملى الشقه ونعمل حاجات كتير، والدهب بيبقى بكام. انا شايف ان الحاجات دي كلها ملهاش لازمه. مبادره جميله جدا، والمفروض اصلا انها كانت تتعمل من زمان، لان التكاليف بقت صعبه جدا على الشباب اليومين دول. شيء كويس جدا ان هم يبادروا في حاجه زي كده، وبرضه زي ما قلت لك ان الشعب لازم برضه يكون عليه دور ان هو ما يجيبش حاجات اوفر وحاجات هو مش محتاجها في الجواز اصلا. المبادره بتتضمن تخفيض تكاليف الزواج وتحديدا الفرح وشهر العسل. ايه رايك في الكلام ده؟ مظبوط. احنا طبعا من بخارج القاهره، احنا بنولم وغالبا بتبقى الافراح قليله، يعني ال 50,000 بتوع القاعه ممكن نعمل بهم وليمه، بس ما نعملش يعني ما يروحش المصروف ده في الفرح. لا دي انا مش معاهم قوي. ليه؟ لان برضو لو الواحد في مقدوره ان هو يعمل حاجه تبسطه وتبسط الزوجه وفي مقدوره حاجه زي كده، يبقى ايه المشكله؟ شهر العسل لا، دي حاجات اوفر شويه، يعني حاجات مش اساسيات، يعني انها تتعمل انا هسافر شرم مثلا خلاص ادوني فلوس عشان اروح اسافر شرم، لا مش كده. الاساسيات بس، كبيت مثلا، عفش، حاجات اللي هي الالف به مش مشكله. اصل الفرح ده يعني كده كده الناس بتيجي، سواء عملت حاجه غاليه عملت حاجه رخيصه، في الحالتين بيتكلموا عليك، يعني فمش هتفرق كتير. انا واحده من ضمن الناس اتنازلت عن الذهب وعن المهر وعن كل ده، دي شكليات. فكرة جميلة جدا، ممكن مثلا بدل ما يعملوا فرح وشهر عسل وكده ياخدوا تكاليف الفرح، يبدأوا مثلا بنفسهم بمشروع لقدام، برضه مش ليه هو لقدام، للظروف، لأن محدش عارف بكرة في إيه. ما عنديش مشكلة في شهر العسل، الفرح لا حاسة مهم، بس ممكن مش حاجة مكلفة أو حاجة كبيرة، يعني ممكن حاجة تكون صغيرة شوية. فكرة إلغاء الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، وزي إيه ممكن ما نشتريهوش؟ لو قادر أشتري، مش قادر خلاص. الامر بسيط، اواد لو قادر وربنا مقدرني اشتري، مش قادر خلاص، خصوصا يعني الموضوع بيبقى مشاركه بين الزوج والزوجه. يعني لا، يعني دي حاجه ضروريه بصراحه، في حاجات كثيره ممكن نلغيها، زي مثلا التكييف، مش لازم يعني نجيب تكييف من اول الجواز، من الميكروويف، لا نجيب الحاجات الضروريه، وبعد كده لو الظروف الماديه كويسه نجيب بعد كده. هو اجهزه كهربائيه ملهاش لازمه زي ايه مثلا؟ هو الميكروويف حاجه اساسيه، ثلاجه، تكييف، لا تكييف مهم جدا في وقت زي دوت، غسالة طبعا حاجة مهمة، بس انما حاجة زي النيش دي تتلغي اساسا. مش مشكلة لو انا مش هقدر اجيب ده او هو مش هيقدر، مش هنوقف الدنيا كلها على حاجات مش مهمة. يعني في حاجات كتير ملهاش اي لازمة، الميكرويف ده ملوش اي لازمة، بتجيبه تركنه، هي اخرها البوتاجاز بس، مش عارف العجان وايه وايه وايه، حاجات كتير ملهاش لازمة بصراحة في البيت. زي تكييف مثلا، ميكرويف، كل ده طبعا ممكن نلغيه، لكن حاجات اساسية بقى، تلاجة، غسالة، لا دي اكيد محتاجينها.